رحب الآن بالمحلل التحكيمي للقنوات الرياضية السعودية الكابتن عبد الرحمن الجروان للحديث عن بعض الحالات التحكيمية اللي اليوم شهدتها هذه المباراة. مساء الخير كابتن. أمس عليك أبو فيصل وعلى ضيفيك العزيزين الكابتن نايف والزميل الإعلامي محمد. حياك الله كابتن. كابتن اليوم عندنا خلنا نتحدث في البداية عن مباراة النصر والهلال، كم حالة تحكيمية عندنا؟ طبعا عندنا في مباراة النصر والهلال عندنا تقريبا حوالي 7 حالات، لكن قبل لا ناخذ الحالات محمد حقيقة الحكم اليوم ما كان موفق في إدارة بعض الحالات، يعني الحكم لم يكن بالمستوى والتطلعات اللي احنا كنا. لو سمحت بس دقيقة ترفع صوتك بس شوي. اقول معليش اليوم الحقيقة اليوم الحكم ما كان بالمستوى والتطلعات اللي انا اجيب حكم اجنبي يقود مباراة ديربي تعتبر عندي من أقوى الديربيات على مستوى المملكة. حكم ما كان عنده ثبات في بعض القرارات ولا كان عنده ثبات في بعض الإنذارات. حكم كان متساهل في حالات كثيرة تستحق الإنذار وأنذر في حالات ضعيفة. يعني حكم كان متردد من بداية المباراة، كان في إنذارات غاضى عنها في حالات كثيرة. فأنا بيشوف الحالات طيب. الآن عندنا تقول 7 حالات ها؟ اي نعم. عندنا الحالة الأولى دقيقة 25. نعم دقيقة 25. شوف الحالة، شوف هذه الحالة اللي احنا قلنا عليها عدم ثبات. طبعا هنا المفترض بهذه الحالة كان المفترض ينذر اللاعب أحمد الفريدي لاعب نادي النصر للتهور. تمام. الآن في هذه الحالة ما أنذره، فقط اكتفى باحتساب الخطأ. يعني ما أخذ الكابتن أحمد في هذه الحالة أي كرت؟ لا، هذه فقط احتسب الخطأ هو وتجاوز عن موضوع التهور. بنيجي الحالة الثانية أبو فيصل، وفي حالة أعتقد يمكن حسن راهب. لا بنيجي الحالات أسهل من هذه بكثير، أصعب من هذه بكثير وأسهل من هذه بكثير. جميل. طيب هذه الحالة الثانية كابتن. الحالة الثانية هذه عندنا اللي في الدقيقة 28، هذه ركلة جزاء صحيحة للهلال لم تحتسب. بنشوف بالإعادة، بتوضح لنا الإعادة لحظة دخول مدافع نادي النصر اللي هو برونو. اللاعب الأجنبي برونو على قدم أو ساق اللاعب، لكن شوف في هذه الحالة كان فيها ترى قرار ثاني أيضا اللي هو من إيالة. لا الآن اللقطة هذه ننتهي على إنها ركلة جزاء، إحنا نتكلم عن اعتراض نواف العابد. أنت تتكلم عن على موضوع إعاقة نواف العابد. لا نواف ما فيها اي شيء، الخطأ هنا انا على منسي. اوكي هنا فهد، هنا ابو فيصل، هذا أوكي. مدافع نادي النصر ضد ميلسي، وشوف عملية الداعس اللي قام فيها، هذه ركلة جزاء للهلال لم تحتسب. وقرار غير صائب من حكم المباراة. قرار غير صحيح من حكم المباراة. جميل. كان المفترض احتساب ركلة جزاء وانذار لاعب نادي النصر رقم 2. حلو. طيب الحالة اللي بعدها كابتن. اي نعم شوف الحالة اللي بعدها. طبعا هنا اخذ كرت اصفر الكابتن نواف العابد. نواف العابد استمر بالاعتراض. هذا اللي انا قلت لك ان هذه امتداد لعبة، هذه استمر في الاعتراض وحصل على الانذار للاعتراض. هذه الحالة اللي احنا نقول عليها اللي هي في الدقيقة 32، هنا الكرة اصطدمت في يد مدافع نادي النصر ولا وجود لركلة جزاء. لو جينا ناخذ اعتبارات الكرة لمس اليد، لا المسافة ولا حركة اليد تساعد اللاعب على انه يبعد عن الاصطدام هذا. وهذا قرار الحكم كان فيها سليم لعدم وجود تعمد. وموقع الحكم جيد ايضا. نعم كان موقعه ممتاز جدا في حالة في هذه الحالة. جميل. طيب عندنا نعم. دقيقة 28. نعم الدقيقة 28 عدناها يا محمد ابو لا عندنا دقيقة 42. هذه لمسة اليد اللي على ياسر الشهراني. شوف التفاوت بين الحالتين، هناك قلنا قراره سليم لكن هنا ركلة جزاء نادي النصر لم تحتسب. وش الفرق بين الحالتين هذه كابتن؟ الحالتين، الحالة الأولى لاعب نادي النصر اليد كان في وضعها الطبيعي، هذه الوضع غير طبيعي، والوضع التشبيحي اليد الحركة يد اللاعب غير طبيعية.
بس ما تشوف انه يعني كانت الحركه اليد عفويه من الكابتن ياسر؟ لا لا بس حركه غير طبيعيه لحركه تشريح اليد. حركه غير طبيعيه يعني ضربه جزاء صحيحه للنصر. نعم لم تحتسب. نعم ركله جزاء صحيحه لنادي النصر لم تحتسب. طيب الدقيقه 74. اي نعم عندنا هذه شفت ال 74 هذه نبي نشوف فيها حاله. ايه انذار لاعب نادي النصر ايفان. اي نعم هذه نفس حالة الفريدي. نعم نفس حالة الفريدي وفي قرارات كانت أقوى من هذه تستوجب أنه ينزل مع أندر بالرغم أنه الاحتكاك بيعادلنا بالحركة بطيئة احتكاك جسدي يعني خطأ من الأخطاء التي تستوجب خطأ فقط. أها بدون أي بطاقة يعني بدون إنذار لا فيها تهور ولا فيها شيء فقط الخطأ من الأخطاء الـ 11. أها وهذا اللي قلنا انه ما عنده الحكم ثبات في هذه القرارات. نشوف الدقيقه 75. هذه الحاله اللي بعدها. اي نعم نشوف الحاله اللي بعدها تدخل الكابتن نواف العابد. شوف هذا التدخل اذا قسنا على الانذارات. تمام اذا قسنا على انذارات الحكم اللي سابقه سواء اللاعب نادي النصر الاول او الثاني اللي كان الفريدي الاخير هذا لا حق ايفان الاخير إيفان الفريدي إيه؟ ما حصل على انذار نتكلم عن ايفان اذا كان سينذر على ايفان كان يجب ان ينذر هنا في هذه الحاله. هنا عنده تفاوت في الانذار هنا كان يجب ان يحصل الكابتن نواف على انذار بالتهور. ولو حصل على الانذار هذا بيكون هذا الانذار الثاني له وسيتم استبعاده من الملعب. طيب بعيدا عن مقارنة هذا الخطأ بخطأ إيفان يعني أنت ترى أن هذا الخطأ يستحق بطاقة صفراء؟ نعم إحنا نقول أنا قلت في بداية كلامي إنه الحكم ما كان عنده ثبات في بعض القرارات ولا كان عنده ثبات في بعض الأخطاء. يعني أحيانا هذه أنذر عليها تمام هنا الإنذار اللي حصل عليه لاعب نادي النصر إنذار صحيح ما نختلف عليه. لكن لا اوقفوا على الاولى يا شباب علشان ما ندخل لقطات في بعض. طيب نرجع اللقطه الاولى. اي نعم لقطه تدخل الكابتن نواف العابد على ايفان. اي نعم اخوان شكلهم مستعجلين يمكن برنامج مضغوط عندهم. لا شوي قبل عبد الله سرحان قبل اللقطه اللي قبلها. لا عبد الله اللي قبلها نبي اي هذه. لا مش هذه اللي قبلها رح. ايوه هنا ممتاز ابو فيصل ممتاز استاذ عبد الله. الحاله هذه انا اقول لو انت انذرت لاعب نادي النصر قبلها بدقائق ايفان إيه؟ للتهور تمام اذا هذه الحاله مشابهه جدا لحاله ايفان واقوى من حاله ايفان وكان يجب ان ينذر اللاعب نواف العابد على الحاله هذه. ولو حصل على الانذار هذا بيكون الانذار الثاني وسيتم استبعاده. طيب حلو واضح. طيب نتابع ممتاز. الحاله الاخيره كابتن ممتاز نشوف الحالة الأخيرة دقيقة 80. الدقيقة 80 انذار لاعب نادي الهلال. لا هذه جابوا لنا انذار عيالة انذار عيالة انذار لاعب نادي النصر وقلنا عليه انذار صحيح هذا. جميل ممتاز نبي الحالة الأخيرة اللي مع لاعب أحمد الفريدي. طيب مش هذه اللقطة. اي نعم شوف الآن طبعا الحكم احتسب الخطأ وعاد وأنذر اللاعب. القرار هنا قرار ضعيف جدا كان مفترض أن يتم طرد اللاعب رقم 6 من نادي الهلال اللي هو عبد الملك الخيبري. عبد الملك الخيبري اي نعم ضرب بدون كرة يعني اي نعم يبدو لي فيها إعادة أوضح من هذه اللي احنا عدناها. طيب تطلع هذه ايوه بس هذه ممتاز أكمل شوف ضرب هنا ضرب متعمد من الكابتن عبد الملك الخيبري وكان المفترض ان يتم طرد اللاعب. يعني على طول يشهر البطاقه الحمراء. نعم اشهار البطاقه الحمراء بدلا من الصفراء. جميل. طيب الان انتهت هذه الحالات، كم تعطي الحكم من 10؟ الحكم هذا بعطيه انا 7.6 من 10. يعني تقييم نقدر نقول جيد جدا.
لا جيد تقييمه جيد لأن نظرا لصعوبة المباراة وهذا تقييمه جيد. طيب